الثالثه لركله ركنيه. احمد صبحي الامامنا على الصوره، 27 سنه وثلاث مباريات، ده اللقاء الرابع. الكره والركله ركنيه تتلعب عاليه، جول، هدف اول، هدف مبكر مع الدقيقه الثالثه عن طريق الشيمي صابر اللي صبره دام واستمر لثلاث دقائق فقط علشان يسجل بعد محاولة أولى بالتصويبة من خارج منطقة الجزاء بأسراء وصلت سهلة للحارس أحمد صبحي، لكن المرة الثانية هي ليست سهلة، هي صعبة على أحمد صبحي، بيرتقي للكرة ومن أعلى نقطة توجيه نموذجي وبضربة رأس على يسار حارس المرمى ليفتتح باب التسجيل في وقت مبكر. إنما للصبر حدود يا صابر، بينما صابر استمر فقط لمدرب من الهبوط إلى دور الدرجة الثانية من الأسابيع الأولى للدوري، سلسلة من الهزائم تعرض لها الفريق ولكن استعاد عافيته من جديد. إسحاقه يسجل التعادل، رد سريع ومباشر عن طريق الغاني، إسحاق يعقوب بكرة ملعوبة وسط دفاعات فريق إيسترن كومباني، كرة وسط حسم الأمور، الغاني يسجل هدف التعادل. هروب من أحمد جودة، خروج غير موفق لعمرو حسام، الخروج كان متأخر، إسحاق يعقوب يعاقب عمرو كما عاقب جودة والكرة خدمته، تصطدم به وتتهيأ من جديد، يسكنها في الشباك، يحرز هدف التعادل. أحمد حجي ركلة ركنية توصل عند أوفا، السبع للتمساح من خارج منطقة الجزاء، هيسدد مطالبة باحتساب ركلة جزاء. محمد عادل حكم اللقاء قريب يقول لا شيء، ربما نحتاج استمعون سطول لقرار حكمي تقنية الفيديو. أمير مدحت، أدي تدخل من أمير مع مصدر القرار، هل هي ركلة جزاء على فريق البنك الأهلي ولا ركلة جزاء؟ بتحتسب هدف، بيتقدم محمد صالح في المرمى، أحمد صبحي وجها لوجه، محمد صالح جول، هدف تاني غالي لفريق إيسترن كومباني عن طريق محمد صالح، يسدد وبقوة أرضية على يمين مع الحارس أحمد صبحي. هو محمد صالح اللي بيرسم السعادة، هو اللي لفريق إيسترن كومباني، فريق اللي بيتحدى الصعاب في محاولة قهر المستحيل. كرة لعبت قوية، حارس اتجه في مكان والكرة في مكان آخر، حارس في الزاوية اليسرى والكرة في الزاوية اليمنى، تحتضن الشباك، هدف الفرحة والسعادة بثاني الأهداف. هل يستغل النقص لإيسترن مع الزمالك وغزل المحلة مع الاتحاد والمقاولون مع المصري بورسعيد والجونة مع بيراميدز؟ مواجهات مرتقبة ينتظرها الجميع، والرأسية في الشباك، محمد دبش ومن ركنية يسجل مع الدقيقة 86، يعيد المباراة إلى نقطة الصفر، يتعادل، ينزل كالصاعقة على الجهاز الفني لفريق إيسترن كومباني من عرضية كما نتابع من ركنية عن طريق أحمد ياسر، ثم ترجمة والتنفيذ لمحمد دبش وابر الأخيرة له أمام الزمالك. الكرة من أسامة مع موسى، موسى ديوارة، هل هو متسلل ولا مش متسلل؟ الهدف الثالث للبنك الأهلي لموسى ديوارة، يضع آخر إيداع في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق الخزينة. الحارس عمرو حسام موقعا على هدف ثالث، تصويبة قوية، رصاصة الوداع إلى دور الدرجة الثانية بعد رحلة كفاح، بعد رحلة من أجل البقاء. إيسترن قوية في شباكه من تصويب التلغيني، موسى ديوارة يضع الكرة على يسار عمرو حسام، يعلن عن الثالث. المباراة انقلبت، الأمور تغيرت، رغم النقص العددي.